واحنا اعلنا انه انضمامنا الى تحالف العزل بقياده بعض الاخوه متمثله بالسيد السامرائي والاخ الفداوي وسماحه السيد الشيخ، ولحد الان الباب مفتوحه لبعض الجهات، بعض نكمل وياهم التفاهمات في كل يعني عفوا المحافظات. سيد كمال، يعني تقصد هذا التحالف، تحالف عزم، راح يكون ايضا متحالف مع الحسم، ام هذا تحالف وهذا تحالف؟ راح يكون لا عندنا لا، هو اكثر من تحالف قانون بداخل المناطق الانتخابات، السنية. قانون الانتخابات 1.7 الافضل انه ما ندخل في قائمه واحده متوحدين، انه نفضل في عده قوائم. فابتئينا انه نقسم شراكتنا في قائمتين انتخابيه، تكون ناس ماسكه ظهر ناس سياسيا، ونفوز باغلب المقاعد ان شاء الله لتشكيل الحكومات المحليه. فتحالف عزم ليس بعيد عن تحالف حسم. يعني اكو ثقة متبادلة نعم بين الأطراف، مو بعد الانتخابات راح نشوف تشظي وانقسامات وفلان يذهب مع فلان وفلان يترك الضعيف ويذهب مع القوي مثل ما نشوفه كنا سابقا بكل انتخابات. أتوقع بعد ما تطلع نتائج الانتخابات سيكون هناك جمع بين التحالفين لتشكيل الحكومة المحلية إن شاء الله. إذا حصلنا أغلب المقاعد راح نشكل فعلا الحكومة المحلية، وسنكون يعني فعلا نقول عزم لبعضنا في تشكيل هاي الحكومات. أبدا، إحنا قريبين، وفرحت جدا بهذا التحالف اللي انبثق اليوم، وأبار كلهم كلهم بدون تحديد أسماء، لأن كلهم بما يعني أساتذتنا وأصدقائنا وأخوتنا بالعملية السياسية. بالخطوات الموجودة على الأرض اليوم، شنو خطواتكم؟ يعني قلت لك أنتم لحد التظاهرات وما سمعنا شيء آخر بعد، بس سمعنا أنه حتنقلون المقر من السليمانية لبغداد. لا، هو أساسا المقر الرئيسي مالنا في بغداد، أنا طرحتها وكان بالتقرير. هناك نقل إلى، لا لا، هو أساسا مقر الطريقة العلية القادرية الفسنزانية في بغداد المقر الرئيسي، بسبب بعض الأحداث اللي صارت بعد 2003، غزو وما شابه إلى من بعض الأمور، ابتدت رئاسة الطريقة بنقل مقرها إلى السليمانية حفاظا على بعض مريدين ومحبين أثناء الزيارات. ولكن اليوم جناب الشيخ اتخذ القرار بأن سيكون له مقر في كل المحافظات، بدءا من بغداد، وسنزور محافظة الأنبار وديالى وصلاح الدين والموصل وحتى بعض محافظاتنا الجنوبية اللي لم تشمل مريدين ومحبين للخوض الانتخابات بعزم وقوة إن شاء الله.